السلام عليكم، كيف ما كتشاهدوا معايا في هذا الفيديو هذا اليوم جبت لكم مختلف الانواع ديال لفات الحجاب بالنسبه للبنات اللي طلبوا مني هاد النوعيه ديال الفيديوهات في القناه. كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد اللفه هذه، وكاين كذلك هاد النوعيه ديال لفات الحجاب اللي كيجيو ساهلين وبساطين في نفس الوقت، كل وحده تقدر تطبقها بوحديتها بالنسبه للخرجات اليوميه وكذلك بالنسبه المدرسة. كاين كذلك هاد اللفة هادي حتى هي كتجي ساهلة كيف ما كتشاهدوا معايا، كتجي أنيقة في اللبسة ديالها هانتوما كيف ما كتشوفوا. كاين كذلك هاد اللفة هادي جبت لكم هنايا لفات متنوعين، كل وحدة تطبق اللفة اللي عجباتها على حسب ستايل ديالها. كذلك كاين هنايا لفات ديال الشيلان وكاين كذلك لفات ديال الفولار، غتلقاوهم في الفيديو. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد الشال كيجي بالدونتيل، كتجي اللفه ديالو مزيونه كيف ما كتشوفوا. هادي للخرجات كيف ما كتشاهدوا معايا. كاين كذلك هاد النوعيه ديال اللفات بالنسبه لهاد النوعيه ديال لفات البنات كيجيو ساهلين، كل وحده تختار اللفه اللي عجباتها وتطبقها الخرجات اليوميه ديالها. هذا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يبدلوا من لفات الحجاب ديالهم. كاين كذلك هذه اللفات ديال الفولار لي ساهله كيف ما كتشوفوا معايا. كاينين البنات ما كيبغيوش يلبسوا اولا عفوا يعدلوا الشيلان، كيعملوا غير كيلبسوا غير الفولار. فجبت لكم هنايا مختلف الانواع ديال اللفات باش كل وحده تلقى الطوق ديالها، كل وحده تلقى اللفه اللي عجباتها. وبالنسبة للبنات اللي يدخلوا جداد ما تنساوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، جرس الكل، باش توصلوا بكل الفيديوهات اللي كننزل في القناة يوميا، لا بالنسبة للموضة ولا بالنسبة للفات الحجاب. ولا بغيتوا اي فيديو خليوها لي في التعليق وانا نجيب لكم الموديلات اللي بغيتوا. بالنسبة لهاد اللفة هذه هي اللفة الأخيرة في القناة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، كنتمنى أنهم ينالوا الإعجاب ديالكم كاملين هاد اللفات اللي اقترحت عليكم اليوم. مع السلامة حبيباتي، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.